السلام عليكم شباب، معكم علي اوتاكو جيمر. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. راح نتكلم كيف تجيب المظلة المجانية اللي ظهر قدامكم على الصورة حاليا، اللي هي مظلة الرانك. مثل ما لكم شايفين في له حيكون بطولات والاشياء هاي. حنتكلم بالتفاصيل كيف تجيب الجلايدر المجاني. قبل ما نبدا، يا الصورة لايك واشتراك وكود الايتم شوب A19 اذا حبيت تشتري شيء تدعمني عن طريق الايتم شوب. ما بقى شيء يا شباب حتى نوصل 24 يمكن او 23000، فبتمنى من الجميع يشتركوا ويفعلوا زر الجرس اني يوميا بنزل فيديوهات. طيب شباب، كيف نجيب الجلايدر؟ الجلايدر طبعا يا شباب جدا سهل. لو تروحوا على مستوى نافس حتبدا بطوله بعد 17 يوم. طبعا لو تجوا هيك راح تلاقوا بطوله كلها هي حتبدا بنفس اليوم، شايفين هاي البطولات، وثاني يوم حترجع تنعاد، تمام؟ وبعدين حترجع، يعني حتضل تنعاد يا شباب، شايفين؟ حتضل تنعاد لمده 3 ايام البطوله مثل ما كم شايفين، والوضع حيكون جدا سهل. طيب شو المطلوب مني؟ شو سويه في البطوله حتى اجيب الجلايدر؟ طبعا مثل ما كم شايفين حاطين بطولات على حسب التصنيف تبعكم، كاتب تصنيف الفضي. طبعا لو رحنا على طور الرانك، هي خاصة بطور الرانك هاي الشغلة مثل ما كم شايفين. دخلنا على طور الرانك، تمام، في بطولات على حسب الرانك تبعك. هلا مثلا انت موصل الفضي حتكون غالبا مفتوحة عندك البطولة. طيب هذا اللي بعت لي مليون دعوة يا شباب، عرفت ليش انا ما بحب ضيف ناس عندي؟ لما اجي مثلا بدي سجل فيديو بيزعجوني هيك مثل هيك، فبنعمل له بكل بساطة ازالة صديق لاني ما عم بعرف سجل فيديوهات بسببه. فالمهم خلينا نرجع نكمل الشرح يا شباب. مثل ما قلت لكم، يعني لو رحنا على البطولة، عشان يعني هلا انا مثلا اول شيء بطولة الفضي، بعدين عندكم بطولة الالماسي، عندكم فضي، بعدين بلاتيني، بعدين الذهبي، برونزي، البلاتيني، يعني لكل التصنيفات حاطين لهم بطولة خاصة فيهم. ولكن طالما ما عليها افل عندك، انه في بطولات بيكون عليها افل، على سبيل المثال لازم يكون مثلا تصنيفك مالك واصل تصنيف معين، لانه في بطولات تكون عليها تصنيف، بس انا ما عندي ولا افل ولا على اي شيء. المهم طيب، لو تروحوا على الشباب، تروحوا على تفاصيل البطولة، تروحوا لهون، تروحوا على الجوائز والمكافآت، بيقول لك حتحصل على المظلة باللون الازرق مصنف من النخبة العليا الطائرة الشرعية، يعني ولازم تجيب 75 نقطة من داخل البطولة. ولكن ال 75 نقطة ما لها صعبة، لأنه جدا جدا سهلة يا شباب، لأنه يعني ما في أقيام معينة تلعبها أو هيك شيء، عرفتوا علي؟ جدا جدا سهلة، ما فيها أي شيء، لأنه هلا البطولات العادية اللي على سكن أو أي شيء يعني بيقول لك العب 10 أقيام وراحت عليك خلص، لا هون الأقيام مفتوحة معك، ولكن وقت البطولة مثلا بيكون 4-5 ساعات. يعني حاول تجيب فيهم ال 75 نقطة هدول، يعني بصراحة شايفة البطولة جدا جدا سهلة وتقدر تجيبوها، والمظلة حتكون نادرة. ليش يا شباب؟ وحتميز تبعان الرانك، يعني أنت إذا الرانك تبعك مثل ما شايف في الصورة، إذا الرانك تبعك حيكون برونزي حيعطوا لك بس ستايل البرونزي للجلايدر، فضي حيعطوك كمان ستايل الفضي، وذهبي وبلاتيني وألماسي مثل ما كم شايفين، وآخر شيء عندكم النخبي البطولي الخرافي. وبهيك يا شباب وضحت لكم انه البطولة حرفيا جدا جدا سهلة، لا تضيعوها عليكم، يعني ما تحتاج منكم اي شيء ولا اي تعب، بس يعني مطلوب منكم 75 نقطة. يلا لايك اشتراك، مع السلامة.